أيام كانت منى تلعب بآيباد، وجاءت أمها فقالت منى: حان وقت النوم يا منى. منى: حسنا يا أمي. وذهبت منى إلى النوم فقالت لها: فرشتي أسنانك يا منى؟ منى: لا، لماذا أفرش أسناني؟ فقالت الأم: سوف أحكي لك قصة عن الآلة الصغيرة. فقالت: السلام عليكم، أنا سادي، ستلكم قصة. أنا وعائلتي عندما تولد لم يكن لك أسنان، وعندما عمر 6 أشهر تبدأ نقاطع ظهور أول أسنان من أسنانك الصغيرة، وعندما عمر 3 سنا تكتمل أسنان الصغيرة، وفي عمر 6 تسقط الأسنان وتبدأ لها أسنان كبيرة، وفي عمر 17 و25 تكتمل أسنان. ونحن وعائلتي واحدة، وظهور وظيفتنا تقطيع الطعام ومضقه والمساعدة على الكلام، ويجب علينا المحافظة على تفريش الأسنان وأكل وجبات صحية. فقالت منى: وما لها من قصة رائعة، سوف أحافظ على أسناني